السلام عليكم. اليوم نروح لولاية البجاية لنقف على أشغال المستشفى الاستعجالات الطبية الجديد هذا اللي راح يعني الأشغال تقرب الانتهاء منه، واللي يقع في مدينة جديدة انت وادي غير اللي تقع في ولاية بجاية إذن. وهذا المستشفى يعني ما هوش كبير بزاف، لكن يخفف على المستشفى الجامعي نتاع بجاية، وإن شاء الله المرافق هذه تمشي مع تطوير المدينة الجديدة تاع وادي غير هذه اللي راهي قيد الإنشاء في يعني ولاية بجاية. نخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.